ذوي الاحتياجات الخاصة. كثير من الأشياء اللي غادي نستفد منها كل فنان، وأنا كفنان أنا يشرفني تكون هي كتبتني في هذا الفيديو. أنا يشرفني، وكيف كنقول أنا كنشكر. مساء النور. وقبل ما نبدا الكلمه ديالي انا نشكر زيادة انفاس كتكون دائما في جانبنا ودائما وما شاء الله يعني قناه معروفه وفرضت وجودها. اما فيما يخص الحضور ديالي راه كيف لاحظتوا هنايا لهذا الحدث اللي كاين ديال التسميه ديال فنانه كبيره في مستوى يعني راقي في مستوى مهم ومستوى يعني ثقافي اللي هي سعيده شرف، وتسميتها في هذا المصيب ديال هيئه الامم المتحده. حقيقة أنا عرفت مكانة ديال الهيئة المتحدة، أنا عطيت فيها جوج ديال العروض، وكنعرف أي حاجة فيها هيئة الأمم المتحدة راه ماشي سهلة. أنا حائز على وسام الثقافة لأجل السلام من الهيئة المتحدة في نيويورك، وهي دابا أصبحت كاتبة عامة في هذه الهيئة ديال الفنون اللي حنا كيسعدنا تكون وحدة في حجم سعيدة شرف، نظرا لثقافتها ونظرا لفنها فرضت وجودها في الميدان وفرضته يعني بشرف. سعيدة شرف فرضت وجودها بشرف، وهذا شيء حقيقي يفرحنا. وبقات غادية يعني كمغربية صحراوية بنت الرمال وغير تاع الوطن كنعرفوا شنو هي، وما شاء الله يعني كتعرفوا شركات امام عباقره ديال الفن، امام جون ميشيل جار في ابرزوغات، وامام اللي نالت الاعجاب ديالو حمق عطاها قطعه كنتذكر في ذاك الوقت قطعه على الماء كي قال لي ايكوت هذه القطعه سيتي اون شونسون كو جادور، كنموت على القطعه ديال الماء وانا فرحان اللي غتغنيها معايا، وغنت معها غنتها يعني بالبدله يعني بالصحراويه. ثم السهره اللي عملت امام وجع الصافي الهرم، يعني دازت امام هرمين، الهرم يعني الفن يعني الغربي وهرم الفن الشرقي. اذا كيف قلت دائما زياده على تكوينها الثقافي، فهي ما شاء الله يعني كتكلم الاسبانيه بطلاقه، وتتكلم كيف لاحظتم اللغه العربيه بطلاقه، وكفنانه فرضت وجودها في الميدان. وانا فرحان اللي تم اختيارها، يعني اللي تمثلني انا كحاج يونس اللي كتقولهم ابي الروحي، فهي الجميل اللي فيها وهي كتسمع كتستمع الى النصائح وغاديه مزيانه وغاده في الطريق الصائب. اذا احنا فرحانين، هذا هو السبب اللي جعلنا نكون انا هنا وتكونوا انتم هنايا، والف شكر لجريده انفاس.